صباح الخير عليكم كاملين، صباح الخير عبد الله، وليا الشرف الاستضافة ديالك في القناة ديالك المزيونة اللي اكتشفتها. التوفيق ان شاء الله. الوغ اليوم جيت نهضر لك على واحد الفكرة اللي كيعيطوا لها خوتنا الفرنسيين ولا صحابنا الفرنسيين، دي ستيريوتيب، دي كليشي، واحد الإشاعة. واش ديك الفكرة دي بصح ولا الكتب؟ داكشي اللي غادي نشوفو. هاد الفكرة هي لي زيلاف، التلاميذ ديالنا ما كيقراوش معجازين، ما كيقراو حتى حاجه. واش بصح؟ بحكم بانني استاذه هذه 25 عام وانا في الحرفه، بحال اللي كيقولوا خوتنا المغاربه، غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي اكتشفتها. حتى انا كانت عندي واحد الفكره خاطئه على التلاميذ ديالي، ولكن بحكم الوقت كنفكروا وكنبدلوا الافكار ديالنا وكنكتشفوا شي حوايج جداد مع التلاميذ ديالنا. بحال حنا كنقريوهم هما كيقريونا، بحال حنا كنعطيوهم داك لو بوتي سافوار، داك الشويه اللي عندنا، حتى هما كيعطيونا بزاف من الافكار ديالهم اللي عندهم. سيتادير ملي كنجيو نقراو كنقريهم وكيقريوني في نفس الوقت. الوغ هاد العيال، هاد التلامذ، واش كيقراو؟ ياه كيقراو بالحق، كيقراو بواحد الطريقه اخرى. كيفاش هاد الطريقه اخرى؟ العيال ما عندهمش داك لا باسيونس داك باش يشبروا الكتاب ويقراو. علاش؟ واش نقدروا نلوموهم؟ ما كنظنش، هما خلقوا في واحد العالم، واحد الوقت ديال السرعه 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 السرعه، لا كورس كونتر لو طون. خاصهم يعرفوا بزاف د الحاجات في شويه ديال الوقت. بالنسبه ليهم داك الحب استطلاع ديالهم ما سايرش العصر ديالنا اللي كان قديم، اللي كان عندنا داك لا باسيونس، داك الخطر شدوا الكتاب، والكتاب اللي كان عندنا المورد الوحيد باش تكون عندنا داك شويه المعرفه. هما عندهم موارد، عندهم دي ريفيرونس، دي سورس بزاف 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 بزاف. الوغ كيقراو وكيعرفوا بزاف د الحاجات، ولكن ماشي من الكتاب، باسكو الكتاب بوحدو ماشي قرايه. في هذا الوقت هذا كيقراو في الانترنت، العصر ديال العولمه، كيقراو في الافلام، العصر ديال هوليود، كيقراو في الشارع، الشارع تا هو كيربي، تا هو كيعلم. اذا هاد العيال كيقراو اوترومون. بالنسبه لهاد العيال اللي كنلومهم دابا وساعه كامل بينا ما كيقراوش ما كيبغيوش يقراو، هاد الحكم الناس قدام، الفلاسفه القدامين 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 الى صحه المعلومه ديالي، قبل ولا في داك العصر ديال 8 سيكل، العصر الثامن قبل جيزو كري، قبل الميلاد، كانوا داك الفلاسفه كيتشكاو من التلاميذ ديالهم، كانوا كيعيطوا لهم لي ديسيبل، كانوا كيقولوا بان هاد العيال معكازين ما كيقراوش. اذا نفس الفكره كتكرر مدى العصور، داز عصر مورا عصر وسياكل مورا سياكل، والفكره نفسها عندنا هي هذيك ما بغاتش تبدل، ولكن الوقت جا باش نبدلوا الفكره. فيكتور هوغو قال بان تقدر تحارب توت اون ارمي، واحد الجيش كبير، والحق ما تقدرش تحارب واحد الفكره الا جا الوقت ديالها. جا الوقت ديال هاد الفكره، العيال كيقراو مي كيقراو بواحد الطريقه اخرى. ما نقدروش نلوموهم، ما نقدروش نلوموهم. هذه هي الفكره ديالي ديال هذا الصباح هذا، ونتمنى تكون عجبتكم. الا ما عجبتكمش سي با غراف، فكروا فيها باش ما نبقاوش نلومو التلاميذ ديالنا. ما نطلبوش بالقط يطير، باسكو القط ما عندوش يتجني واحد، ما يقدرش يطير. العصفور بالحق القط كيبقى قط، كيعرف يعمل حاجات اخرين، بالحق عمره ما يقدر يطير. شكرا، ونهاركم مبروك ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.